يقول الشيخ: كنت قاضيا في الشام، وحدث أن كنا مجموعة نمضي المساء عند أحد الأصدقاء، فشعرت بضيق نفس واختناق شديد، فاستأذنت أصدقائي للرحيل، فأصروا أن أتم السهرة معهم، ولكنني لم أستطع، وقلت لهم: أريد أن أتمشى لأستنشق هواء نقيا. خرجت منه مشيا وحدي في الظلام، وبينما أنا كذلك إذ سمعت نحيبا وابتهالا آت من خلف تلة، نظرت فوجدت امرأة يبدو عليها مظهر البؤس، كانت تبكي بحرقة وتدعو الله. اقتربت منها وقلت لها: ما الذي يبكيك يا أختي؟ قالت: إن زوجي رجل قاس وظالم، طردني من البيت وأخذ أبنائي وأقسم أن لا أراهم يوما، وأنا ليس لي أحد ولا مكان أذهب له. فقلت لها: ولماذا لا ترفعين أمرك للقاضي؟ بكت كثيرا وقالت: كيف لامرأة مثلي أن تصل للقاضي؟ يكمل الشيخ وهو يبكي يقول: المرأة تقول هذا وهي لا تعلم أن الله قد جر القاضي، يقصد نفسه، من رقبته ليحضره إليها. سبحان الله، من أمره بالخروج في ظلمة الليل ليقف أمامها بقدميه ويسألها هو بنفسه عن حاجتها؟ أي دعاء دعته تلك المرأة المسكينة ليستجاب لها بهذه السرعة وبهذه الطريقة؟ فيا من تشعر بالبؤس وتظن أن الدنيا قد أظلمت، فقط ارفع يديك للسماء ولا تقل كيف ستحل. أفتضيق بعد هذا؟